رصاص لا ينقطع، وقذائف هنا وهناك، وسط دعوات مستمرة للتهدئة، ولكن الفرقاء لا تصمد هدنة لهم. ماذا ينتظر السودان بعد اندلاع الاقتتال الداخلي؟ الصراع الدائر في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دجلو ويلقب بحمدتي ضاعف بشكل كبير من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. يعاني الاقتصاد السوداني منذ سنوات من مشكلات هيكلية وضعف في الإنتاج، فبلغة الأرقام 5.4 مليار دولار خسائر سنوية، 40 مليار دولار خسائر نتيجة عقوبات واشنطن على الخرطوم. لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 3.1% في نهاية عام 2022. هكذا كانت الأوضاع في السودان قبل الاقتتال، فماذا الآن؟ الصراع أخرج مطار العاصمة الخرطوم من الخدمة، وهو ما حرم البلاد من 5% من إجمالي صادراتها البالغة 15 مليار دولار. كما أفقد الرصاص والعنف الخزينة السودانية عائدات صادرات الذهب التي تعادل 50% من الصادرات بقيمة 2 مليار دولار. وأوقفت حركة التجارة مع مصر والتي يقدر حجمها 10% من صادرات وواردات البلاد. وفي أقل من أسبوع بدأت العملة المحلية في الانهيار نتيجة شلل جميع المؤسسات المصرفية وخروج البنية التحتية في عدة مناطق عن الخدمة، كما جرى تعطيل جميع المساعدات والمنح الدولية التي كانت في طريقها إلى البلاد. ومع استمرار القتال وتراجع فرص التهدئة، يظل نزيف الاقتصاد السوداني مستمراً.